إلى دير البلح في غزة، ومعنا الصحفي أسامة الكحلوت. أسامة، تحية طيبة لك. أسامة، قصف عنيف على غزة، ماذا لديك من تفاصيل جديدة؟ نعم، بعد استهداف مستشفى الشفاء قبل تقريبا ساعة من الآن وسقوط 6 ضحايا في هذا الاستهداف المباشر على نازحين يتواجدوا داخل ساحة مستشفى الشفاء، الآن قصف عنيف على منطقة تل الهوى. هذه المنطقة وهي على مقربة من أماكن تواجد الدبابات الإسرائيلية إلى الغرب من مدينة غزة. أتحدث هنا عن قصف عنيف على أكثر من مقر، على أكثر من موقع، على أكثر من هدف، حسب ما يردنا من الزملاء الصحفيين المتواجدين على مقربة من هذا المكان. أتحدث هنا عن أمر خطير، عن أن مستشفى القدس متواجد على بعد أقل من نصف كيلو متر من أماكن تواجد الدبابات الإسرائيلية غرب مدينة غزة، ولذلك قد يكون المستشفى الآن عرضة للاستهداف المباشر من الدبابات المحيطة والتي تخطت المنطقة التي يتواجد فيها مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. منطقة ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة الآن تعرضت إلى أكثر من قنبلة فسفورية بشكل مباشر، بالإضافة إلى استهداف أكثر من شقة داخل منطقة الجندي المجهول في برج بنك فلسطين. هناك استهداف لأكثر من شقة واستهداف لمقر شركة جوال الذي يقدم الخدمة لزبائن الهواتف الخلوية في أيضا قلب مدينة غزة على مقربة من مفترق السرايا. نتحدث هنا عن أكثر من استهداف في أكثر من مكان، جميعه في لب ومركز مدينة غزة. هنا أكثر مكان حيوي في مدينة غزة الآن يتم استهدافه. ونتحدث هنا أيضا عن أن هذه الاستهدافات والقنابل الفسفورية هي ليست بعيدة عن مستشفى الشفاء ولا المجلس التشريعي، يعني في مركز منطقة الجندي المجهول. هناك استهدافات في أكثر من محور، هناك إطلاق نار، هناك اشتباكات أيضا هنا في غرب مدينة غزة الآن هي ساحة حرب، بعدما كان هناك استهدافات بشكل مباشر للمستشفيات الآن اشتباكات وساحة حرب في قرب منطقة أنصار التي يعني تحاول الدبابات الإسرائيلية الاقتراب من هذه من هذا المفترق وهذا المربع الأكثر حيوية، ومقرات أمنية ومقرات أممية وحقوقية وتعليمية وجامعات، يعني هذا مربع تحاول الآن الدبابات الاقتراب منه انطلاقا من مفترق أبو مازن على بعد أقل من كيلومتر واحد من هذا المفترق لاشتباكات عنيفة جدا. نتحدث هنا عن مربع بأكمله تدور في اشتباكات وقصف واستهداف في منطقة مخيم الشاطئ، مستشفى الشفاء، منطقة الجندي المجهول، منطقة مربع أنصار، منطقة تل الهوى. هذا مربع الآن يعني هل ما يزال أسامة هناك في سكان في هذا المربع؟ هل ما يزال هناك سكان ومدنيين موجودون في هذا المربع؟ هذا مربع تم قصفه بشكل عنيف جدا قبل أسبوعين تقريبا، ومن ثم كان هناك إجبار للسكان بقوة النيران بإخلاء هذا المربع السكني. تجولت في هذا المربع قبل أسبوعين، وعندما شاهدت والتقيت بالسكان قالوا لنا أننا يعني شاهدنا كثافة نيران ونجونا من الموت، ولذلك سنرحل ونغادر منازلنا حفاظا على حياة أطفالنا، وبالفعل غادروا الأماكن انطلاقا من منطقة أنصار إلى منطقة مستشفى الشفاء. والآن عدد كبير من النازحين ما في مستشفى الشفاء توجهوا إلى مناطق الجنوبية بعد كثافة النيران التي لاحقتهم من بيوتهم إلى محيط مستشفى الشفاء. هناك المكان مخلى بالكامل في منطقة مربع أنصار، نتحدث عن أبراج بأكملها، نتحدث عن مقرات أمنية، شوارع خالية، بنية تحتية مدمرة، شوارع مكسرة. هناك كان استهداف لمدة 3 أيام متواصلة لهذا المربع من أجل تكسير وتدمير وإجبار السكان على إخلاءه، وبالفعل تم ذلك، ولكن يبدو أن هذا كان بهدف وصول الدبابات إلى هذه الأماكن وتسهيل مرورها بدون وجود أماكن حيوية يمكن التنقل من خلالها أو شوارع أو يعني منازل يتواجد داخلها سكان في المنطقة. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دار البلح الصحفي أسامة الكحل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.